الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي متابعين قنوات كويت سبورت، هذا عابر العابر يحييكم من مجمع صالة الشيخ سعد العبدالله من صالة الاتحاد الكويتي لكرة السلة في منطقة صباح السالم. لقانا اليوم إن شاء الله يجمع ما بين نادي القادسية ونادي برقان. يدير مباراة اليوم طاقم تحكيم يتكون من رئيس طاقم التحكيم الحكم الدولي سالم الهزاع، حكم أول الحكم الدولي خالد لماس الشمري، الحكم الثاني جراح جمعان، مراقب مباراة الحكم الدولي محمد السبتي، مسجل نادي الحساوي، مساعد مسجل رهب الفيلشاوي، ميقاتي الحكم الدولي عبدالله سليمان السبتي، ميقاتي ساعد تصويب محمود الفارسي. طبعا نشكر الاستوديو التحليلي بقيادة الزميل إبراهيم عقيل وضيوفه الدكتور وليد العندي والكابتن الكبير خالد لوهيب. اليوم احنا في بداية مباريات المجموعة الرابعة. مباراة مثل ما قلنا راح تجمع ما بين القادسية وبرقان. برقان خسر من كاظمة في مقابلات سابقة 106-83 وخسر من الكويت 108-93. وهذه المباراة الثالثة مع القادسية. طبعا يقود فريق نادي برقان المدرب الوطني الدكتور طلال القلاف ومساعده المدرب الوطني فهد الرجيبة. يقود تدريب نادي القادسية المدرب التونسي قاسم بن الطيب. هذا الحكم خالد اللماس. بانتظار انطلاق المباراة بكرة قفز من حكمنا الدولي سالم الهزاع. كلا الفريقين داخلين جولة اليوم وكلا الفريقين عنده خسارتين. القادسية خسر من الجهرة وخسر من كاظمة. الكرة عند برقان، سعد الرفاعي الى نواف، نواف مع الكرة بصفارة اوتسايد لصالح برقان، هذا نواف الضفيري، نواف الى عبد الله، وهذا الصربي لاعب برقان سلافين قدم المباراة السابقة مع الكويت مستوى طيب. هذا توريه محترف القادسية عزيز حميدي. حميدي مع الكرة ودخول حميدي يموه ويصوب لكن تطول ترجع إلى نواف برقان. نواف الضفيري مع الكرة إلى سعد الرفاعي، دخول من الرفاعي ويصوب وضايعة ياخذها توريه. القادسية إلى الحميدي، عزيز الحميدي الى رباح الحسيني يصوب تصويبه لكن تطول ياخذها مايكل ادم. محترف برقان، برقان يلعب بمحترفين، القادسيه مثل ما احنا عارفين عنده محترف واحد. عبد الله السالمين الى مايكل، نواف، نواف تصويبه ثلاثيه ويسجل ويفتتح تصويبات المباراه نواف بتصويبه ثلاثيه، اول ثلاثيات المباراه. نتيجة 5-0 لبرقان. صالح اليوسف لكن تنقطع منه، تلمس ظهره طلعت اوتسايد. الكرة مع برقان، نواف، نواف إلى سعد الرفاعي، الرفاعي مع الكرة، رفاعي واحد على واحد والطول منه الكرة. حاول الدخول من الرفاعي، طول من الكرة، السليم إلى توري، الحميدي إلى السليم، توري، الحسيني مع الكرة،
تري الى الحميدي ودخول من الحميدي ومقطوعه بلوك جميل من سعد الرفاعي. كره مع نواف فاست بريك الى مايكل فاول هجومي اوفنسيف فاول. هذا مايكل ادم شوف هذا الخطأ الهجومي رافو حكمنا خالد لماس انقطع ترجع عند مايكل برقان الكرة مع مايكل قاعد يحاول يهدي يطبق خطة الكرة مع سلوفين سلوفين ومع رباح الحسيني سلوفين يصوب ويسجل نقطتين احتفال جميل من سلوفين هذا جمهور القادسية والله احنا سعيدين بعودة جماهيرنا الى الملاعب صالح اليوسف الى الحميدي ثلاثية لكن تطول اخذها عبدالله سالمين عبدالله سالمين لاعب القادسية الموسم الماضي أو قبل الماضي للموسم الماضي وانتقل إلى برقان الكرة مع نواف إلى سلوفين سلوفين ومضغوط عليه من الحميدي في مخالفة المشي بالكرة يحتسبها الحكم سالم الهزاع كرة مع القادسية توري إلى الحميدي السليم السليم إلى الحميدي دخول من الحميدي لكن تطول وفي صفارة من جراح الحكم جراح جمعان في فاول على القادسية هذا سلوفين هذه الإعادة شوف الفاول هنا على صالح اليوسف سعد الرفاعي إلى سلوفين إلى الرفاعي مرة ثانية ولكن بلوك من الحسيني باص طويل إلى توري لكن ما يلحقها الكرة أسرع منه باص طويل كرة طويلة من صالح اليوسف إلى توري موري تطلع أوتسايد لصالح نادي برقان نواف مع الكرة إلى الرفاعي مايكل سالمين الرفاعي الرفاعي مع الكرة إلى سلوفين ثلاثية لكن تطول يأخذها صالح اليوسف إلى السليم محمد السليم مع الكرة محمد السليم ودخول من السليم وبرافو نقطتين دخول من الحد النهائي ويسجل نقطتين الكرة مع برقان الرفاعي إلى مايكل مايكل ودخول ونقطتين الكرة مع القادسية الحميدي إلى صالح اليوسف دخول وبلوك من سعد الرفاعي يلامس الخط مخالفة الخروج من خارج الحدود شوف شوف مرة ثانية بلوك على الكرة كرة مع برقان مايكل إلى الرفاعي سعد الرفاعي ثلاثية من خارج القوس طويلة يأخذ سلوفين الكرة مع سلوفين الصربي إلى مايكل تحت السلة وفاول ونقطتين فاول على عبد الرحمن السهو
المقاول على رقم 11 عبد الرحمن السهو. النتيجة 12-2 لصالح بورقان. الكرة مع القادسية الحسيني، نقطتين، هذا رباح الحسيني. 12-4 الكرة مع السالمين إلى نواف، مايكل، مايكل طويلة لكن ما يسجلها من خارج القوس، ترجع إلى السليم، محمد السليم إلى السهو إلى الحميدي، الحميدي ثلاثية ويسجل ثلاث نقاط الحميدي، أول ثلاث نقاط، أول ثلاث نقاط للقادسية يسجلهم عبد العزيز الحميدي. هذا جمهور القادسية. كرة مع مرقان، نواف ثلاثية ويسجل ثلاثية نواف 15-7. الحميدي يموه دخول الحميدي ونقطتين، برافو والله الحميدي اليوم هو المسجل الأول في نادي القادسية لحد الآن. الكرة مع شعيب، زين شعيب إلى عبد الله سالمين، نواف، نواف مع الكرة ثلاثية من نواف لكن تطول، ياخذها الحميدي إلى توري ودخول يسجل نقطتين. تايم أوت من كابتن طلال القلاب. أترككم أعزائي المشاهدين في الوقت المستقطع مع أجمل اللقطات من مخرجنا حبيب الفيلي. انتهى أعزائي المشاهدين زمن الوقت المستقطع. الكرة مع برقان، كرة مع فارس الفضلي، فارس فالح الفضلي إلى عبد الله سالمين، حسين شعيب مع الكرة إلى فارس، فارس القادسية يلعب دفاع مان تو مان رجل لرجل إلى مايكل تحت السلة، مايكل لكن تنخطف منه عبد الرحمن السهو، هذا عبد الرحمن ودخول من عبد الرحمن والضيع، يطالب بفاول ولكن ما فيها شيء. ترجع الكرة عند برقان، حسين شعيب، هذا كابتن طلال قلاف مدرب برقان، مايكل، مايكل محاولة الدخول إلى فارس، عبد الله سالمين، مايكل آدم مع الحسيني إلى فارس، حسين شعيب ثلاثية من خارج القوس ولكن تطول، ياخذها توري، توري إلى الحميدي، الحميدي مع عبد الله سالمين، الحميدي، الحميدي إلى الحسيني تحت السلوى، تحت السلة، برافو يا الحميدي. النتيجة الفارق نقطتين 15-13. الكرة مع برقان، خطأ هجومي وخطأ هجومي على سلافين، هذا جانب من جمهور القادسية، هذا حكمنا الدولي سالم الهزاع اكتسب خطأ هجومي على سلوفين. يتم
الديل. الكرة مع توري القادسية إلى محمد السليم. الفريقين يلعبون دفاع رجل لرجل مان تو مان. عبد الرحمن ولكن يقطعها عبد الله سالمي. كرة من الحد الجانبي لصالح القادسية. السهو في توقف في اللعب. هذا مدرب القادسية الكابتن قاسم بن الطيب. لازال اللعب متوقف، مشاورات بين الحكم رئيس طاقم التحكيم سالم الهزاع، جراح جمعان الحكم الثاني. أربعة عشر ثانية جدد الحكم زمن الهجمة. 14 ثانية بدال 13. كرة مع السليم قادسية. توريه القادسية. السليم تصويبة من السليم لكن ترجع إلى شعيب. شعيب مع الكرة ودخول من سعد المنعوم وتكمل مايكل لكن تطول ياخذها توريه القادسية. 3-2 الحميدي وفاول على فارس. فارس فالح. فارس يا فارس معترف. فارس رافع ايده. هذا خالد لماس حكمنا الدولي. رميتين لصالح عبد العزيز الحميدي. الحميدي على تنفيذ الرمية الأولى يصوب الأولى تضيع. الثانية الحميدي يسجل. الثانية الحميدي. النتيجة 15-14. باقي دقيقة 30 ثانية. حسين شعيب. حسين ومعاتره إلى سلوفين. سعد عبد المنعم ويسجل. سعد الرفاعي. الرفاعي 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 يرفع السكور إلى 18 نقطة. الحميدي إلى توري. ثلاثية من توري ولكن تطول يأخذها الرفاعي. الرفاعي إلى سلوفين الصربي. مايكل. مايكل آدم مع الكرة. سلوفين ومع الحميدي. شوف اثنين يدافعون. هذا طلال قلاف. كرة عند توري إلى عبد المحسن. مرتضى يصوب لكن تطول يأخذها الرفاعي إلى عبد الله سالمين. سالمين ودخول من سالمين لكن تطول منه ترجع إلى توري القادسية. إلى عبد المحسن. الحميدي في الزاوية. الحميدي لكن تطول هالمرة ما يسجلها الحميدي. فاست بريك إلى شعيب ياخذها مايكل. مايكل تقطع منه ما في صفارة. العب في صفارة.
شوف لامس الخط عبد المحسن مرتضى، الكرة عند القادسية، عند عفوا برقان، برقان معاه الكرة، مايكل، مايكل ومعاه توريه إلى سلوفين، سلوفين يصوب، سلوفين ولكن ما توصل، طلعت أوتسايد مع انتهاء زمن الهجمة. باص طويل آخر ثلاث ثواني ويصوب وينتهي أعزائي المشاهدين زمن الربع الأول من هذا اللقاء. أترككم ومخرجنا حبيب الفيلي مع أجمل اللقطات. أعزائي المشاهدين زمن وقت الاستراحة ما بين الربع الأول والثاني ومدتها دقيقتين. انتهى الربع الأول بنتيجة 18-14 لصالح برقان، فرق أربع نقاط، الفارق غير كبير في كرة السلة. الكرة عند القادسية، كرة مع القادسية، تصويبة يأخذونها برقان، برقان نواف، نواف مع الكرة إلى سلوفين، الرفاعي، الرفاعي تصويبة ثلاثية من الرفاعي، تطول يأخذها شعيب، 14 ثانية جديدة، تصويبه لكن تطول، باص طويل يقطعها سلوفين الى مايكل، مايكل في صفاره، هذا الحكم سالم هزاع يقول فاول على رقم 13 القادسيه. تعيش قادسية، عمران الكرة مع دوري، فاول على نواف، نواف الضفيري، شوف فاول على نواف، كرة مع القادسية، توريه تحت السلة، مقطوعة، مقطوعة من بجبارة إلى سعد الرفاعي، تطول يأخذها نواف،
مواف، برافو نواف، من وسط اثنين لاعبين يموه ويلف ويسجل نقطتين. 20-14، الكرة مع محسن مرتضى، برافو، يخترق الدفاع ويسجل نقطتين. 20-16، الرفاعي، الرفاعي إلى نواف، إلى مايكل، إلى الرفاعي، لكن تطول ويكملها وتضيع منه، ترجع إلى توريه القادسية، توريه إلى الحميدي، إلى السهو، دخول من السهو لكن تضيع منه، باص طويل، الرفاعي ويسجل هالمرة، الرفاعي، الرفاعي سجل، الرفاعي، هذا سعد الرفاعي. 22-16، الحميدي، الحميدي ومعاه أبو جبارة، الحميدي سلوفين، فاول على سلوفين الصربي، أصبح عليه خطأين. الكرة مع الحسيني، الحسيني إلى توري، توري ودخول من توري ويسجل نقطتين، توري موري يسجل نقطتين للقادسية، 22-18، والكرة عند مايكل إلى الرفاعي، مايكل، مايكل إلى نواف، إلى مايكل مرة ثانية، مايكل، وآخر ثانيتين على زمن الهجمة، لكن تنقطع الكرة من توري، توري ودخول من توري، فاول ونقطتين. الفاول على رقم 8 سلوفين، الفاول الثالث على سلوفين، سلوفين أصبح في موقف خطر، مهدد بالخروج من المباراة، باقي له خطأين. في رمية إضافية لعبد الرحمن السهو، نتيجة 22-20، الفارق نقطتين. هذا السهو، عبد الرحمن السهو لاعب الجهرة السابق، ويسجل 22-21، الكرة مع مايكل برقان، إلى الرفاعي، الرفاعي ودخول من الرفاعي وتصويب لكن تطول، ياخذها توري، توري مع أبو جبارة، توري القادسية ويسجل القادسية نقطتين، وأول تقدم للقادسية في المباراة 23-22. وتايم اوت يطلبه الكابتن طلال القلاف. طبعاً كل فريق لا في الشوط الأول، يعني الربع الأول والثاني، لا وقتين مستقطعين. برقان استنفذ الوقتين المستقطعين، خلاص ما له بعد أوقات مستقطعة، ما له تايم اوت. القادسية لا زال الكابتن قاسم بن طيب محتفظ بالأوقات المستقطعة لحد الآن.
طبعا بالفترة الثالثة والرابعة اللي هم الشوط الثاني يحق لكل فريق 3 أوقات مستقطعة ياخذها متفرقة أو مجتمعة، يعني ممكن ياخذهم 3 في الربع الثالث أو 3 في الربع الرابع، بشرط أنه ما يكون وصلنا آخر دقيقتين. إذا دخلنا في آخر دقيقتين من الربع الرابع والفريق له 3 أوقات مستقطعة ما أخذ ولا وقت، يخصم منهم 1 حسب القانون أو يشطب 1. الكرة مع برقان، برقان الكرة مع فارس، فارس مع الكرة، فارس إلى نواف، نواف برقان، نواف يصوب لكن ياخذها عزيز الحميدي، الحميدي السهو دخول وتطول منه، الكرة مع عبد الله سالمين، سالمين مع الكرة إلى شعيب، أوتسايد تطول من شعيب، هذا جراح جمعان واحد من الحكام المتميزين، قدم مستوى جدا طيب الموسم الماضي ونتمنى له كل التوفيق الموسم هذا. ترى إلى صالح اليوسف، ترى مرة ثانية تصويبة ثلاثية من ترى ويسجل ويواصل تقدم القادسية 26-22 26-22، مع أن القادسية بدأ المباراة متعثر، بداية غير متوفقة، ولكن القادسية الآن هو اللي مسيطر على زمام الأمور. عبد الله سالمين، سالمين برقان إلى شعيب، فارس، فارس يقطعها منه توري، في فاول، في صفارة وفاول، هذا قائد الطاقم حكم سالم هزاع يتشاور مع زملائه، لأن اللقطة أو الخطأ السابق يحتمل أن يرقى إلى خطأ سلوك غير رياضي أي متعمد كما يطلق عليه مجازا. شوف شوف قطع الكرة وأعاق اللاعب، مسكه، لعب على الجسم فارس ما لعب على الكرة، صلح الحكم أو أعطى القرار الأخير بعد المشاورات، خطأ سلوك غير رياضي على فارس الفضلي رقم 13، جزاء رميتين وحيازة. هذه الرمية الأولى سجلها توري، 27-22 تضيع كرة لصالح نادي القادسية من النصف الأمامي من الملعب ب 14 ثانية، زمن الهجمة 14 ثانية في النصف الأمامي وليس 24. توري إلى موسوي، اليوسف إلى السهو، ثلاثية من السهو لكن تطول، يأخذها مايكل إلى شعيب، حسين شعيب الفضلي، سالمين، ثلاثية من سالمين تطول، يأخذها صالح اليوسف إلى عبد المحسن مرتضى، عبد المحسن إلى توري، إلى الحميدي إلى عبد المحسن، صالح اليوسف دخول على 3 ويسجل، دخول وروح طيبة اصطدم فيه صالح اليوسف غير قصد. هذا جماهير نادي القادسية اللي تآزر فريقها دائما، شوف صالح اليوسف، شوف دخول اصطدم صالح اليوسف مايكل، فاول على عزيز الحميدي،
شعيب الى نواف عبد الله سالمين، لكن مخالفه اعاقه الكره بالقدم على صالح اليوسف. صفاره وتبديل، خروج عبد الله سالمين، عوده سعد الرفاعي الى الملعب. نواف على التنفيذ الى مايكل. نواف، نواف الطفيري، في مخالفة الرفاعي، كرة مع توري، توري موري الى الحميدي، الى سهو الحميدي، ثلاثية من الحميدي لكن تطول، يقطع صالح يوسف، ترجع إلى فرقان. نواف، شوف تقدم البطيء للاعبين نادي فرقان يأخر الهجمة. شعيب ثلاثية بعيدة لكن ياخذها موسوي، عبد المحسن الموسوي، تضرب بالحلق وترجع أوت سايد لصالح نادي فرقان. نادي فرقان بدأ يقل رتمه في الملعب، أصبح لعبة بطيء بينما تبدأ المباراة لعب سريع. كرة مع نواف إلى فارس الرفاعي، الرفاعي إلى فارس، مخالفة، مخالفة، انتهاء زمن الهجمة. رابو حكمنا جراح، جراح جمعان. في تايم اوت لصالح نادي القدسية. نتيجة 29-22، باقي 3 دقائق و7 ثواني على نهاية الشوط الأول. مني الكرة استحوذ عليها، استخدم، شوف 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 سعد الرفاعي استخدم قدمه. حاول يدارك القصور في الأداء اللي حصل الفترة السابقة. جانب من الفريقين شايفين في الصورة اللي على اليمين حديث جانبي بين قائد طاقم التحكيم حكم الدولي سالم الهزاع ومدير الفريق وائل الراشد، هذا مدرب نادي القادسية، الكابتن قاسم بن الطيب. كرة مع القادسية، توري، توري موري، توري إلى عزيز الحميدي، صالح، صالح اليوسف إلى الموسوي، الموسوي يصوب لكن تطول، يأخذها نواف إلى الرفاعي، سعد الرفاعي، تنقطع منه، تضيع من صالح اليوسف، نواف إلى حسين شعيب، دخول ويسجل نقطتين. هذا حسين شعيب، كرة عند توري، توري موري، توري محاولة دخول على السلة، مخالفة الخروج من خارج الحدود. شوف 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 توري، شوف لامس الخط، شوف القدم اليسرى. طبعا هو كان متوقع الصفارة انه يكون في خطأ لصالحه، ولكن هو ارتكب المخالفة الاول. نواف، نواف الظفيري مع الكرة الى مايكل، مايكل والحميدي، مايكل الى نواف، ثلاثية من خارج القوس، نواف تطول ياخذها فارس، الى نواف مرة ثانية، يهدي برقان، لعب برقان بطيء. نواف وضغط عليه توري،
تطول منه نواف وترجع له الكرة وباص بالخطأ إلى صالح اليوسف. توري، هذا توري موري، وتضيع وتضيع ويكملها الموسوي عبد المحسن مرتضى. الموسوي أقصر لاعب بالقادسية هو اللي كملها. نواف إلى فارس، شعيب إلى مايكل، مايكل وفاول. فاول على صالح اليوسف، هذا خالد لماس الشمري يقول فاول على 14. تضيع الأولى من مايكل آدمز، الثانية يسجلها ولا ما يسجلها مايكل؟ هذا مايكل آدمز يسجل الثانية. 31-25، فارق 6 نقاط لصالح القادسية. توري إلى الحميدي، السهو، توري موسوي، توري مرة ثانية، توري ودخول إلى السهو، السهو يموه ودخول ويسجل نقطتين. برافو يا عبد الرحمن السهو، هذا عبد الرحمن السهو. مايكل إلى نواف، إلى بالخطأ إلى توري، توري مع الرفاعي، توري ويسجل ويكملها، يكملها ولكن في صفارة. شوف شو اللي حصل، هذا الحكم سالم الهزاع، ما ندري شو القرار. نشوف مرة ثانية، هذا توري، هذا الإعادة، هني دخول توري، نشوف السهو. ها السهو تعلق بالحلق، تعلق بالحلق، تعلق بالحلق، إذن يلغي الباسكت. والنتيجة 33-25. إلى الرفاعي تحت السلة، فارس ويسجل نقطتين. فارس وفي تايم أوت لصالح نادي القادسية. وقت مستقطع لصالح نادي القادسية وباقي 37 ثانية والنتيجة 33-27. ذكر نتيجة الربع الأول انتهت لصالح برقان 18-14. الآن برقان مسجل 9 نقاط خلال الفترة هذه، بينما سجل 18 نقطة خلال الفترة الأولى. القادسية مسجل بالفترة الأولى 14 نقطة ومسجل بالفترة هذه لحد الآن 19 نقطة، قابلة للزيادة لكلا الفريقين. باقي وقت طويل، 37 ثانية وثمان أجزاء. مع القادسية، توري، موسوي، الحميدي، الحميدي إلى توري، إلى اليوسف، موسوي من خارج القوس. اليوم مو ماشية معاك، مو ماشية معاك يا عبد المحسن اليوم، مجبارة. إلى فارس، الرفاعي، سعد الرفاعي، إلى شعيب،
حاول التصويب دخول شعيب ولكن فاول. الفاول الثالث على صالح اليوسف. شوف الفاول. صالح اليوسف عفوا حسب لوحة التسجيل عليه خطأين. خروج صالح اليوسف، دخول حسين برمية. طاب 19. كرة مع الرفاعي، صوب لكن تطول، ياخذها عبد الرحمن السهو ويصوب وينتهي. أعزائي المشاهدين، زمن الشوط الأول من هذا اللقاء بنتيجة 33 القادسية إلى 27 فرقان. إلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم مع الزميل إبراهيم عقيل وضيوف الدكتور وليد الهندي والكابتن خالد لهيب في الاستديو التحليلي. إلى أن نلتقي مرة أخرى، السلام عليكم.